الأستاذ عبد الله جناحي الرئيس التنفيذي لجي بي مورغان البحرين، فرصة سعيدة مقابلتك على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار هنا في الرياض. هذه المنطقة في العالم تزداد جاذبيتها الاستثمارية ربما عاما بعد عام وشهرا بعد شهر ويوما بعد يوم، ما رأيك؟ بالنسبة لمنطقة الخليج أخذت حيز من الاهتمام العالمي والأسواق العالمية، حيث أن كانت راكب الكثير من المبادرات الاقتصادية كرؤى واستراتيجيات من أجل الابتعاد عن الاستثمار في مجال النفط والطاقة والاتجاه إلى مجالات أخرى كالصحة والسياحة والتعليم والطاقات البديلة، مما يخلق فرص استثمار تشجع رؤوس الأموال الأجنبية بالاتجاه إلى دول مجلس التعاون. فهذه نقطة مهمة كانت من اهتمام السوق العالمي، وأيضا نرى موقع دول مجلس التعاون بين ثلاث قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا يجعلها في مقدمة من ناحية وضع البيئة المناسبة في الاستثمار في المجال اللوجستي. وكما شفنا في السنوات الأخيرة كان في تركيز كثير من دول مجلس التعاون على البيئة والبنية التحتية من أجل خلق فرص استثمارية واعدة على المجال المتوسط والطويل. وأيضا نرى التركيز من الحكومات الخليجية في الاستثمار في قطاع الاستثمارات المستدامة والخضراء، وهي مجالات ذات اهتمام من المستثمر الأجنبي وتفتح آفاق جديدة من ناحية تدفق رؤوس أموال إلى المنطقة. يعني تحدثتم عن موضوع تنويع مصادر الدخل، وأن دول الخليج نجحت في تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط وعن قضايا الاستدامة والبنية التحتية وما شابه. وأيضا البحرين كانت من أول دولة خليجية منذ السبعينات نجحت في تنويع مصادر الدخل. جاذبية البحرين الاستثمارية تحديدا؟ مملكة البحرين لديها الكثير مما ممكن تقدمه إلى المستثمر الأجنبي والمحلي والدولي، من ناحية توفير بيئة تنظيمية مرنة تمكنت خلال العقود الأخيرة من مواكبة متطلبات وتطلعات الأسواق المالية في المنطقة وخارجها. ولا شك أن مملكة البحرين قد قدمت تسهيلات من تشريعات وبيئة خصبة مناسبة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي. ونقطة مهمة في الفترة الأخيرة رأيناها هي التركيز على رأس المال البشري وتطويره، مما يجعله من أهم عوامل جذب المستثمرين، ومقدرة رأس المال البشري لمواكبة متطلبات السوق المحلي والسوق العالمي. ولا ننسى أن مملكة البحرين قد حققت قفزات نوعية في الفترة الأخيرة في المؤشرات الدولية التي تقيس سهولة تأسيس الأعمال في مملكة البحرين. شكرا جزيلا أستاذ عبد الله، يعطيكم الصحة والعافية وكل التوفيق إن شاء الله. شكرا على وقتكم. شكرا.